اخ منتظر الان استمع. يعني في التعقيب على الكلام اللي طرحه اي تفضل الاستاذ ناظم الوائد، اول نقطه احنا بلغنا الجهات المختصه انه اكثر من مره انه احنا علينا تهديد ونتهم كذا جهه معينه، والتهديد بشكل عام يعني احنا علينا مخاطر. سبق وان قلت انا اشرت انه قبل يومين قبل ثلاثة ايام صديقنا تعرض خلوا له عبوه صوتيه على بيته، فمال انه احنا ما بلغنا بلغنا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هذه الطريقه التقليديه بالسياسه انه من شخص يسألك سؤال انه تجاوب بطريقه فضفاضه ومطاطه في سبيل ما تجاوب على صلب الموضوع. هو ما جاوبك على اللي المساله اللي انا طرحتها انه هم يعرفون الجهات الميليشياويه، مو بس الكل، سواء الحكومه المركزيه او المحليه او القيادات الامنيه، كلهم يعرفون انه الميليشيات هي اللي جاي تقتل وماكو اي جديه بالمحاسبه. نعم. التهرب من الاجابه على هذه المواضيع هذه يعني هذه طريقه مو صحيحه. ترى السياسه مو هيك انه واحد يعني يحاول انه يجاوب هاي الاجوبه المطاطه، يعني هذه طريقه تقليديه بصراحه. اما ما يخص يعني الحمايه، نعم، الاغتيالات جاي تصير والعبوات جاي تصير، لزموا المنفذين أزهر الشمري يغتالوه، لزموا القاتلين قبل شهرين، محسن قبل فترة خلوا له عبوة صوتية لزموهم، احنا قبل يومين عبوة ناسفة لزموهم، واللي قبلهم والقبلهم. اما هذه مسألة انه والله الحماية والى اخره، وين الحماية؟ يعني الكلام الجميل لازم مرهون بفعل،